بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، يتجدد لقائي بكم اليوم في مراحل نمو بذور البوملي. طبعا بذور البوملي أمامكم، هذه البذور استنتجناها واستخرجناها من حبة البوملي الأم الأصل اللي بناكلها يعني. طبعا بعد ما قمنا بإنباتها، هترك لكم الرابط الفيديو الأول والثاني إن شاء الله، وتتابعوا معنا كيف مراحل نمو بذرة البوملي. شايفين هذه الآن عن عمر ما يقارب شهرين، هاي الخمس بذرات اللي أنبتناهن من بذور البوملي، في ثلاثة نجحن بس من الخمسة، والباقي تلاشت مع المرور وعدم الاعتناء بها يعني. أصلا من الخمس بذرات ثلاثة اللي قدرنا أن ينبتن يعني. هاي البذرة الثانية وهاي البذرة الثالثة، شايف نموها؟ هذا بعد شهرين، شايف مادة اليخضور على الورقة ما شاء الله عليها، حوالي 5 سنتي طول الساق، هي 4 سنتي. طبعا بذور البوملي استخرجناها من حبة البوملي الأم، أصلها المنشأ هي الصين. طبعا الصين تشتهر بزراعة البوملي، ثم انتقلت الزراعة إلى شرق آسيا ومنها إلى فلسطين ولبنان وباقي الدول مثل العراق وباقي الدول العربية والأجنبية أيضا. هذه شتلة البوملي بعد شهرين من إنباتها، زرعناها في هذه الشال الأصيصة الصغيرة، أي هذه الكوباية البلاستيك. طبعا حنقوم في الأيام القادمة بوضعها في أصيص أكبر، لأنها مش هتضلها في هذا الأصيص الصغير، لأنها كل أسبوعين ثلاثة كل شهر يعني بتنمو على ما هي عليه. سأترك لكم في الوصف، صندوق الوصف، مراحل نمو بذرة البوملي اللي قمنا بإنباتها قبل 3 أسابيع أو قبل شهر ونص. طبعا من يوم ما زرعناها وهي بذرة صغيرة، ويوم ما أنبتت، واليوم إن شاء الله. طبعا أنا كنت حاطها في هات الكيس النايلون، كيس النايلون اللي كنت مغطي فيها عشان الطيور وعشان تبقى تربتها رطبة يعني. هاي كيس النايلون كنت ربطها مسكرها زي هيك. ابعد يا فتاة، طبعا انا بصور بيد واحده. والله مسكر لما هي سيوي. نزل كمان تكسرها. طبعا خلاص الظرف النايلون هذا بيحميها وبيخلي يعني تربتها رطبة ما بتنشفش، ومنها يعني بتنزل لما نحطه على الشباك الشمس، تضرب أشعة الشمس في النايلون وبتندي النايلون من جوا، يعني بتسقي حالها منها من الكيس النايلون. وكمان حاطط النايلون هذا لأسباب تانية، منها العصافير ومنها الحشرات إنها ما تدخلش جوا وتاكل الزرعة يعني. هكذا أعزائي المشاهدين ننتهي لحلقة اليوم بإنبات الجزء الثالث من بذرة البوملي، وسنقوم بالاعتناء بها في الأيام القليلة القادمة، وإن شاء الله راح نطلع فيديو لنقل هذه الشتلات إلى أصيص أكبر. إلى ذلك من حين أستودعكم الله، ولا تنسوا الضغط على زر الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.